مساءكم خير. امبارح وبعد ليلة كروية بامتياز والمصريين كانوا في قمة تألقهم في المناقشات ما بعد المباراة وما بعد الفوز والهزيمة والناس الجديدة اللي بنكتشف انهم بيطلعوا أهلاوية وزملكاوية، كان ختام حافل لأسبوع هادي جدا في مصر. لكن كمان خلينا نقول انه كان عنوان لطرق كتيرة في التعامل مع الفوز والهزيمة، ويمكن التعامل مع الفوز والهزيمة هو اللي بيحدد في الغالب الناس بتكمل ازاي. يقولوا كده انه دايما اكتر الاشخاص نجاحا هو الاكثر قدرة والاكثر مرونة في التعامل مع الهزيمة المرحلية، لانه بيقدر يتخطاها ويعديها ويتعامل معها بشكل مريح جدا. عشان كده لما تشوف اي خلاف فيه اتنين، في يعني واحد كسبان واحد خسران، دايما طبعا افرح للي كسب واحتفل معاه، لكن كمان بص على أخلاق المهزوم. يعني دايما يقولوا كده أخلاقيات الهزيمة دي حاجة لازم نتعلمها، جزء من ثقافتنا. لما تهزم، لما يعدي عليا كبوة، لما يعدي عليا ظرف صعب مثلا، بتعامل معاه إزاي؟ ده سؤال. والسؤال الأكبر، بنربي ولادنا على أننا نستلم الحكاية دي إزاي؟ إنها آخر الدنيا وآخر الحياة، ولا إنها خطوة لما هو قادم؟ وتفاصيل كتيرة جدا. يقولوا دايما إنه الشخص اللي طول الوقت حاسس بالقدرة على الإنجاز هو ده اللي في النهاية بيكسب. في ختام كمان الأسبوع، احنا دايما متعودين يوم الجمعة في نشاط رئاسي مكثف، لكن الفترة الأخيرة كمان في نشاط سياسي دولي مكثف. في سيادة الرئيس في العاصمة الفرنسية باريس، اللي في عقدت فيها مباحثات القمة ما بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزي. القمة النهاردة شهدت تباحث حول عدد كبير من الملفات الإقليمية، طبعا كان من ضمنها القضية الفلسطينية، إحياء عملية السلام، وأيضا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وليبيا. الشرق الأوسط احنا بنتكلم عن ليبيا، سوريا، لبنان، وكل الدول اللي مصر كمان فاعلة بشكل كبير في السياسة فيها. القمة كمان كان فيها مباحثات حول الوضع الاقتصادي الجديد. وبالمناسبة كده لما نشوف أي قمة دولية بين رئيسان، هتلاقي أنه من ضمن المناقشات هي كيفية تخطي الأزمة، حتى أنه العالم نفسه دلوقتي بيتسمى عالم ما بعد الأزمات. المباحثات كانت على صعيد الأمن، الغذاء والطاقة في العالم. النهاردة كمان كان في مباحثات جانبية ما بين الرئيس ونظيره الفرنسي على استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ الكوب 27، القمة القادمة في نوفمبر. أقدر أقول لكم أنه القمة اللي هي بالطبع موجودة على الأجندة الدولية، في حماس حقيقي من مصر طبعا ومن الجانب المصري لتنفيذها على أعلى مستوى، وفي ترقب من العالم كله لما ستقدمه مصر في القمة الدولية، قمة المناخ كوب 27. احنا معانا على تليفون الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام. مساء الخير على حضرتك. مساء النور لحضرتك. أستاذ أشرف، دايما اللقاءات الرئاسية اللي ما بيبقاش معلن فيها إلا العناوين الرئيسية، بيبقى عندنا الفضول الصحفي المعتاد كده اننا نعرف، طب يا ترى ايه الكواليس؟ يا ترى ايه المواضيع ذات الاهتمام المشترك اللي حقيقي ممكن تكون هي السبب الاصيل للقاء، او هي المخرج الاهم من هذه اللقاءات؟ بكل تاكيد حضرتك سلامي تماما، والساده المشاهدين يعلموا ان هناك خصوصيه بلغت الاهميه في مسار العلاقات المصريه الفرنسيه، وخاصه ايضا في 7 سنوات الماضيه بعد قول الرئيس عبد الفتاح السيسي مقيد الامور في مصر، فات انفتاح شامل مع الجمهوريه الفرنسيه في احداث من التلاقي والتوافق في كثير من العلاقات على مستوى العلاقات الثنائيه وعلى مسار العلاقات الاقليم، وايضا تحديات الاقليم باعتبار ان فرنسا لاعب جوهري سواء في العالم العربي في الشرق الاوسط وفي افريقيا، وبالتالي الجانب الفرنسي يرى في مصر ان هذا البلد لديه كثير من المقومات ومؤهلات القوه والحضور، ويستطيع القيام بادوار بالغه الاهميه في حفظ الامن والاستقرار في المنطقه. وهنا كان الرئيس الفرنسي منذ اللحظه الاولى على ان يكون هناك تدعيم للشراكه الاستراتيجيه بين البلدين في المجالات السياسيه والاقتصاديه والتنمويه، وهناك بالفعل
درجه كبيره من التوافق والتلاطم، وان البلدان يقفان على مسافه واحده من حيث التفاهم فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائيه واحداث نوع من النموذج الامثل في منطقه الشرق الاوسط لعلاقات فرنسا مع بلد عربي كبير مثل مصر. وبالتالي الزياره تمت تتويجا لرحله الرئيس عبد الفتاح السيسي لاوروبا التي بداها بالمانيا ثم صربيا، ثم تلقى دعوه من الرئيس الفرنسي لزياره فرنسا اليوم ورئيس اللجنه الدعوه لنظرا لكثير من القضايا التي تهم الجانب الفرنسي والجانب المصري في ضروره ان يكون هناك درجه كبيره من جمله من التشاور والتنسيق وتعميق العلاقات على اكثر من صعيد، سواء على المستوى الثنائي خاصه ان هناك تفاهمات مشتركه بلغت الاهميه بين البلدين، وهناك تركه بالانفتاح في العلاقات الثنائيه، بالاضافه لان هناك قضايا ملحه في الاقليم تعلمين تماما ان قضيه الطاقه والغذاء. ما هو انا قبل الملف الاقليمي فعلا انا عاوزه اسال حضرتك عن ده، انه اوروبا والعالم كله بيعاني قدر نقدر نسميه من الفوضى، من التداعيات الحاده جدا للازمات الاقتصاديه ما بعد ازمه او حرب روسيا واوكرانيا. هل في خصوصية لدور مصر في مواجهة هذه التحديات؟ هل في خصوصية لمصر أو فرص حقيقية لمصر في تعاون أثناء هذه الحالة من الارتباك اللي حادث في أوروبا؟ يمكن نكون هنا احنا بنعاني من آثار اقتصادية، لكن على الأقل في استقرار واضح. بكل تأكيد هناك رهان أوروبي ودولي فيما يتعلق بمسألة الطاقة، تعلمين تماما أن توقيع الاتفاق بين مصر والاتحاد الاوروبي في الاسابيع الثلاثه الماضيه في القاهره، وايضا تاكيد اوروبا ان تكون هناك بالفعل درجه كبيره من توفير ما يكفي في المرحله القادمه لسد العجز في الطاقه والغاز الروسيه بعد الحرب الاوكرانيه، تعود على الجانب المصري باعتبار ان مصر الان مركز لوجستي لاساله وتصدير الغاز لاوروبا في المرحله القادمه، وهذا الاتفاق فتح شهيه الاوروبيين للبحث عن توقيع اتفاقيات في المرحله القادمه في مصر مع مصر، خاصه ان المانيا كانت تراهن ونجحت بالفعل وجدت ذلك في المؤتمر الصحفي والمحادثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الالماني شولتز. ثم فرنسا ايضا لديها درجه كبيره تريد ان تحصل على حصه من الغاز المصري في المرحله القادمه بعد دخول فصل الشتاء، وبالتالي لديها رهان كبير على الدور المصري باعتبار انها اصبحت مركز لوجستي للطاقه الاقليميه وتتمتع بكثير من مقومات القوه فيما يتعلق بتصدير الغاز في المرحله القادمه، لان لدى الاوروبيين الان يرفعون شعار لا يمكن باي حال من الاحوال ان نعيش اسرى للغاز وايضا للطاقه الروسيه في المرحله القادمه، وان هناك درجه كبيره من التباعد والخلل في العلاقات الاوروبيه الروسيه، ومن هنا ان هناك اعتماد كبير على الدور المصري في توفير حصه لا باس بها في مجال الغاز باعتبار ان هناك بالفعل محطتان كبيرتان في مصر يدخلوا في دمياط لتصدير اساله الغاز ثم تصديره عبر الانابيب الخط البحري من القاهره قبرص اليونان وصولا الى اوروبا في المرحله القادمه، بالاضافه لازمه الغذاء وان هناك رغبه للتعاون الفرنسي المصري في ضروره ان يكون هناك بالفعل فتح الابواب امام اي نوع من الحراك السياسي والدبلوماسي لحل الازمه الاوكرانيه الروسيه، والتعاون على ضروره ان يكون هناك توفير مخصصات الحبوب والاقماح في المرحله القادمه باعتبار ان هناك تطابق مصري فرنسي في هذا الشان. انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف العشري مدير تحرير الاهرام. والحقيقه انه الجوله الاوروبيه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تاتي في توقيت هام، توقيت زي ما كنا حالا بنقول في اوروبا في ازمه حقيقيه، واحنا مش بنقول ده بدافع اننا نلطف على انفسنا، اننا كمان بنعاني من ازمه اقتصاديه حقيقيه يعاني منها العالم كله، لكن انك تشوف مشاهد الارتباك الشديد، القلق الشديد على غذائنا بكره، القلق الشديد على مصادر الطاقه، القلق الشديد بيقول لك انه ما كنا نعتقد انه قمه التقدم وقمه الاستقرار وقمه النظم السياسيه العالميه مرتبكه تماما. فده ممكن كمان مش يساعدنا في قراءه وضعنا الداخلي، لكن كمان ممكن يكون لنا فيه فرصه لاعاده تصدير صوره مصر ووضع مصر في الخريطه العالميه او السياسه الدوليه. بعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا. النهارده بالمناسبه انا ما قلتلكوش في البدايه صحيح، لكن النهارده بالمناسبه فقرتنا الرئيسيه ودي حاجه خليني افكركم بيها عن الفن بكل اشكاله، واحنا بنحب قوي لما بنكتشف انه في مواهب فنيه، التاسعه بقالنا أكتر من شهر دلوقتي بنكتشف مواهب فنية، لكن النهاردة ضيوفنا في الفقرة مش مواهب جديدة ولا حاجة لكنها مواهب مجتهدة جدا. معانا تياترو الصعيد، فكل أهل الصعيد بقى استنونا لحد الفقرة الأخيرة وبعد الفاصل نكمل معاكم التاسعة.
مساءكم خير. بعض الأنباء بتبقى غير مفهومة ومؤلمة في نفس الوقت. اهتمامنا بكل مواطن مصري هو اهتمام حقيقي نابع من أنه هو حد مننا، هو أخونا، هو واحد من المصريين الغاليين جدا، ودي الصورة الحقيقية لكل مصري موجود في البلد دي. الخبر اللي يخص اختفاء أحد الطلاب المصريين الدارسين بدولة الأردن أكيد عدى عليك كده، أنه في شاب بيشتغل على متن سفينة واختفى من 8 أيام مفيش تواصل معاه. القصة غريبة لأنه مفيش حاجة اسمها مفيش تواصل مع سفينة، هو حتى لو لا قدر الله حصل أي مكروه للسفينة بيبقى معروف، الملاحة الدولية تعرف، الخفر السواحل يعرفوا، الدول القادمة منها وإليها السفن بتعرف. قصة بتقول لنا لحد النهاردة والمعلومات اللي عندنا أنه سامح سيد شعبان طالب بيدرس في الكلية البحرية في الأردن، بحسب ما أنا فاهمة كده، أنه سامح من 8 أيام آخر تواصل ليه مع أهله كان على متن سفينة متجهة إلى ليبيا، وآخر رسائله لأهله أنه السفينة كان فيها عطل. لحد هنا دي حاجة تقلق، لأنه طبعا 8 أيام وقت طويل. في تحرك مباشر حصل أول ما الخبر عن اختفاء سامح بدأ يظهر، هو أنه تواصلت كعادتها النبيلة دائما السفيرة النبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تواصلت معاه وبدأت في التحرك وطلبت جميع الأوراق الخاصة بسامح. أكدت أنها في تواصل مع السفارة المصرية بالأردن لمتابعة الموقف. إحنا لحد دلوقتي ما عندناش معلومة جديدة الحقيقة يعني، فاحنا بنكلم حضراتكم وعايزين نكلم سامح ومامة سامح ونطمن مع بعض، فالفرصة الوحيدة اننا نطمن هي من خلال احد اصدقائه مصطفى طارق، صديق سامح سيد شعبان، معانا على التليفون. مساء الخير عليك يا مصطفى. مصطفى انت اكيد كنت سامعني وانا بتكلم، فمن فضلك صحح لي لو في اي معلومه انا قلتها غلط. هو صحيح انه سامح موجود بيدرس ملاحه بحريه، صح كده؟ سامح اتخرج من الاكاديميه الاردنيه البحريه. يعني هو دلوقتي ده في شغله؟ هو راح يشتغل، ده كان شغل ليه وهو راح يشتغل. طيب احكي لي اخر معلومه او اخر تواصل بينك وبين سامح او بين والدته وبينه. بص حضرتك، هو اول رساله من سامح ليا على الموضوع ده كان بيقول لي ان المركب اتخرمت وفي مشكله في المركب وانا مستني الفرج وهروح على دلوقتي المالديف عشان اصلح المركب عشان لحام هناك. وصل المالديف قال لي ان هو وصل بخير وكده وان هم مستنيين الفرج. فبعديها هو بعت لي رساله يوم 11/6 قال لي انا بموت يا مصطفى كده، انا بموت يا مصطفى ولو حصل لي حاجه هتولي حقي. قلت له في ايه يا سامح؟ قال لي كلم سامح العسوي هيفهمك في ايه، لان هو ما كانش عارف يتكلم او ما كانش عارف يشرح الموقف بسرعه. فكلمت سامح العسوي قلت له يا سامح ماله؟ قال لي سامح بعت لي فيديوهات. اللي هو مين سامح العسوي؟ معلش، ده صديق زي يعني سامح، بس هو يعني هو اللي كان متاح يبعت لي الفيديوهات في الوقت ده. فيديوهات عن المركب؟ فيديوهات، هي الفيديوهات موجوده معايا، فيديوهات والمركب بتغرق. تمام. جه كلمت سامح قال لي ان سامح بعت لي الفيديوهات وقال لي نزل الفيديوهات دي على رابطه البحارين المصريين. طبعا سامح ما رضيش يتصرف وكلم والدة سامح سيد، قال لها طنط الامر 1 2 3، قالت له لا ما تنزلش حاجه عشان ما يحصلوش مشكله هناك، لان سامح ما بعت الفيديوهات قال ما حدش يجيب اسمي في حاجه ولا يجيب سيرتي. طبعا فضلت اتكلم معاه، هو يعني كان فاقد الامل في اي حاجه وبيقول ان المركب بتغرق وانا مستني المركب تغرق. طب يا سامح انت جنان، ما هو صاحبها عايز كده. يا سامح ازاي صاحبها عايز كده؟ قال لك ما احنا لو وقفنا في اي مينا هو هيخسر الفلوس الحمولة وهيخسر فلوس التأمين. لا يا مصطفى استنى، هو مش في ملاحة دولية؟ مش هو سامح أكيد قال لك أنه اتصل بحد أو أنه استغاث أو عمل أي إشارة استغاثة؟ ما قالنيش أي كلام. ده كل اللي أنا فهمته منه أنه هو كان يعني زي محبوس مش راضي يمشيه ولا راضي ينزله،
وصاحب السفينه غير القبطان عشان توضح الصوره لحضرتك. اه طبعا صاحب السفينه المالك، لكن القبطان هو المسؤول عن سلامه السفينه ووصولها. ساب السفينه، صاحب السفينه سابها ومشي راح السويس وقال لهم هاتوها لي على السويس. قالوا له نتحرك بيها ازاي في وضعها ده؟ قال لهم انا ماليش دعوه، هاتوها لي على السويس. على السويس، على قناه السويس. على السويس. طبعا دخلوا على المالديف صلحوها وعملوا فعلا الاخرام اللي فيها، بس هي سامح بيقول لي ان العواميد بتاع السفينه نفسها متهالكه وهي لا تصلح للابحار. خرده مصطفى، احنا بنتكلم عن سفينه ولا مركب ولا ايه التوصيف؟ انت تعرف سفينه وشكلها نازل على السوشيال ان هي كبيره، واضح انها سفينه بضائع بقى، مش ركاب. سفينه بضائع. سفينه بضائع، كانوا محملين فيها حديد وكان صاحب السفينه عايز يحمل فيها خشب كمان لان البضاعه كانت عليها زياده حمل. وانا معايا صور للسفينه وتاكل السفينه، وسامح قال لي ان هي ما تنفعش. من 8 ايام انت فقدت التواصل مع سامح صديقك. اخر رساله بيني وبينه انت جاي امتى؟ انا هتحرك بكره من المالديف. هتوصل امتى؟ قال لي ده انا هعدي بعرض المحيط والرحله ممكن تاخد 15 يوم او شهر حسب تسهيل ربنا. وبعدين قال لي انا هقفل عشان مش هيبقى معايا شبكه ولا نت عشان ادخل البحر. من بعديها انا ما سمعت صوت سامح ولا عرفت عنه اي حاجه. وانت عارف اسم المركب، اسم الشركه، عندك المعلومات دي؟ اسمها شانغهاي. وهو سامح قال لي ان المركب دي صاحبها اشتراها ب 750 الف دولار من اليابان. وكان باعت مسجات ورسائل لاخته اميره على الموبايل، كان بيقول لها يا اميره ان العنابر والعواميد بتقع والحاجات دي معايا، لو عايزين نبعتها لحضرتك مفيش مشاكل. ابعتها لنا يا مصطفى. يعني الفيديوهات اللي هو بعتها لك دي فيديوهات معايا فيديوهات لايه؟ لمركب بتغرق، لمايه بتدخل فيديوهات المركب بتدخل في قلب المايه، بتدخل في قلب المركب. ومصور بقى الصدى بتاع بس بس فعلا انا يعني انا بقول بحمد ربنا على حكمه والده سامح، لان هو فيديوهات ما تدخل المركب، صدى في المركب، كل ده ما حدش يقدر يحكم ده معناه ان المركب بتغرق ولا لا الا خبير، الا شخص خبير. ممكن اعرف طبعا وزاره الهجره تعاونت معاك ازاي؟ ايه الحاجات اللي وعدوا بانها باتصالات الوزاره ممكن يعرفوها ويساعدوكم؟ هو حضرتك احنا تواصلنا فعلا، حد تواصل مع وزيره الهجره. ايوه. وهي شافت الموضوع وقالت ان هي هتتصرف، بس هو ما حدش رد علينا في اي حاجه غير دلوقتي. وعلى فكره انا كلمت القبطان شخصيا. أيوة. قبطان السفينه اللي هو رجع، لان هم السفينه كان عليها قبطانين واتغيروا اتبدلوا. ايوه. فقبطان السفينه اللي هو اتغير واتبدل اللي رجع. ايوه اللي رجع قال انا معايا الريكورد بتاعه برضه لو عايز حضرتك تسمعيه. اتفضل. ابعتهولي. قال ان سامح وقع من على اللايف بوت اللي هو دي حاجه زي دوره كده. تمام. وصاحبه اسمه محمد جاي بيميل يجيبه وقع معاه. طب هل سامح ده حضرتك كان لابس لايف جاكيت؟ قال كان لابس لايف جاكيت. طب اللي لابس لايف جاكيت ده حضرتك اكيد هيقوم على وش الميه مش هينزل، لان حسب كلام اصحابه اللي هم القباطين اللي زيه قالوا ان ده لو شايل 150 كيلو مش هيغرق تحت الميه. مصطفى، انتوا قلقانين من اختفاء السفينه ولا من اختفاء سامح نفسه؟ احنا قلقانين من اختفاء سامح نفسه. انا السفينه في اخبار كتير بتقول ان هي غرقت، يعني مجلات اجنبيه بتقول ان هي غرقت، بس احنا قلقانين. انا ما اكذبش على حضرتك، احنا قلقانين من اختفاء سامح. وسامح كان بيعمل مشاكل كتير مع القبطان عشان ينزل، ما عرفش ينزل. القبطان ما رضيش ينزل غير الباشمهندس عمرو، ده مهندس ثالث السفينه. شغال في الماكينه، شغال في المكنه بتاع السفينه. ومحمد جابر دفعه سامح كان مسافر معاه، الاثنين دول نزلوا في المالديف لان الباشمهندس عمل مشكله وقال له انا مش هشتغل ومش شغال، وقعد في اوضته وما بقاش يطلع من اوضته، فالتاني وقفوا عن العمل. اللي انا عايز اقوله لك يا مصطفى انه الكلام ده طبعا يقلق، لكن الامور اللي بتبقى في المياه الدوليه لا تدار كده. يعني كل فرد على السفينة
المفروض يبقى معروف ان هو اتحرك منين ورجع فين، لا تدار الامور كده بانهم بيحبوه او زعلانين منه. فنتمنى انه بالتاكيد وزاره الهجره باتصالاتها تكون عندها دلوقتي معلومات. هنحاول كمان ان احنا نتواصل او نوصل النهارده قبل نهايه الحلقه لمعلومات جديده عن السفينه. اذا كنت بتقول مصطفى بيقول انه لا، في اخبار بتقول ان السفينه فعلا غرقت، فبالتاكيد احنا كمصريين اهل سامح مصطفى صديقه كل الناس من حقها تعرف. ممكن تطمنا بس على حالة الأم، على لو في أي تواصل؟ والله والدته يعني هي مش مقتنعة إن الموضوع ده حصل، أو مش مقتنعة إن هو مات. إن شاء الله ما يكونش، يعني إحنا مش عايزين نفترض ده. إحنا برضو مش مقتنعين، وناس كتير حتى إن هو عايش، بس في حاجة أنا فاهمينها. نتمنى ده. الأمور مش واضحة. طالما السفينة لسه في المية فبالتأكيد هنفضل في عدم اليقين ده إلى أن تعود بالسلامة ويرجع سامح بيه معاها أو نعرف معلومات. لكن تاني مصطفى عايزة أطمنك وأقولك أنه دي مياه دولية، وأنه دي في أكواد عالمية للتعامل في حالات الطوارئ، وأنه مش وارد أنه لا قدر الله إذا حصلت حالة طوارئ أو غرق سفينة أنه يحصل بهدوء كده ومحدش يعرف عنه حاجة. حاجة غريبة وتستحق الاهتمام، لكن احنا متأكدين وواثقين انه في تدخل حقيقي من الدولة المصرية. مصري على متن السفينة ارسل استغاثات حقيقية لاهله وذويه واصدقائه بانه في مشكلة ما، اذا في مشكلة. يعني فلنفترض ان في مشكلة الى ان يظهر سامح والسفينة بألف خير. احنا هنا مع فريق الاعداد هنحاول على مدار الحلقة ان احنا نوصل كمان لمعلومات اكتر عن السفينة، ازاي فعلا الصحف العالمية اتكلمت عنها، لو في اي معلومات عن انها ما زالت في الماية يبقى دي معلومات مطمئنة ان شاء الله سامح ممكن يكون موجود على متنها وما تكونش السيناريو بهذا السوء اللي احنا متوقعينه. فاصل ونكمل مع حضراتكم التاسعة. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم ثلاث نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. بالمناسبة كل برامج اكتشاف المواهب أو معظم المبدعين، خلينا نقولها بالعكس، يعني معظم المبدعين خرجوا من برامج اكتشاف المواهب. معظم الناس اللي تشوفه كده تقول شاطر قوي قوي، ده متعدد المواهب، في الغالب ده خد فرصته عن طريق برنامج شبه ده. فما تستقلوش وما تستهونوش بالفرصة. بعض الناس وبشوفهم كل يوم، يعني أشجع حد موهوب أقول له ابعت شارك عندنا نجوم التاسعة، فيقول لي يا واحد ياخد باله مني في وسط الزحمة. بس الحقيقه انه حتى لو المره دي ما حدش خد باله منك، المره الجايه حد ياخد باله منك وهكذا. ففكره التقديم والتواجد في البرامج اكتشاف المواهب دي حاجه مهمه جدا. نجوم التاسعه مدينا الوقت لحد 31 يوليو، وعلى صفحه البرنامج في مواهب كتير جدا بعتت، فتعالوا نشوف عدد من المواهب اللي بعتت في نجوم التاسعه، لانه هم يستحقوا من دلوقتي يبقوا نجوم. جدع بلا جاه مرسلهم قلبه، دايما يقول الآه والذنب مذنب. ده أنا لو شكيت وبكيت جبل الحديد هيدوب الأولى غربتي.
الثاني المكتوب. يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القاسم مولاي صلي وسلم دي حاجة بس كده عشان نفتح نفسكم، عشان نقول لكم إنه المواهب حقيقية بجد، وإنه طبعا عشان نوصل للصوتين الأحلى من بعض اللي سمعناهم دول أشرف ونادر، عشان نوصل لأشرف ونادر أكيد اتفلتروا زمايلنا فلتروا الأصوات ما بين مثلا يعني مش أقل أنا متخيلة كده من 300 فيديو، لكن طلعت بجوهرتين حقيقيين، فدي حاجة تستاهل التعب وتستحق العناء زي ما بيقولوا، وتستاهل الناس الحلوة دي إنها تتشاف وتتسمع، وإن يكون تلفزيون بلدهم هم هي المنصة اللي بيطلوا على الناس منها. بحترم المواهب وبحترم الفرص، ومدركة جدا إن عند ناس كتير جدا من الموهوبين إحساس كده بإنه تعبنا، تعبنا أحيانا حتى من قبل ما نبتدي، وإحساس بفقد الأمل، لكن صدقوني المواهب الحقيقية بيجي لها وقتها، وأعتقد أنه ده وقتها وسط تشجيع حقيقي من الدولة لاكتشاف المواهب في كل المجالات. بالمناسبة كمان في اكتشاف مواهب في الكورة، اكتشاف مواهب في الغنى، في الغنى، في التأليف، في حالة كده من النهضة حصلت بعد تشجيع الرئيس لاكتشاف طاقات جديدة ومواهب جديدة في كل المجالات. بمناسبة بقى المواهب الجديدة، تعالوا نحكي عن المواهب القديمة. امبارح احنا اتفقنا وقول أنه نهائي الكاس امبارح كان مش مفاجأة، لأن كل المشجعي الأهلي والزمالك كانوا عارفين، وكل واحد كان عارف مستوى النادي، وفي تحديات كتير ويقسم لناش دعوة بيه، لكن احنا اللي لينا دعوة بيه أنه الزمالك فاز بهدفين مقابل هدف امبارح، وكان في فوز للزمالك وسط احتفالات حقيقية من جماهير الزمالك اللي فعلا تعبت وقدمت النموذج اللي الناس بتحبه، نموذج الاجتهاد والظروف الصعبة والنجاح وسط ظروف صعبة. لكن كان في طبعا بعض السلوكيات اللي عليها بعض التساؤلات، ومن أهمها أنه في بعض الممارسات اللي حصلت كده بعد الماتش كانت مستغربة، أنه رأي النقاد وبعض النقاد قالت احتمال يبقى في عقوبات. ففكرة عقوبات، عقوبات ليه؟ على السلوك الرياضي. احنا زي ما بدأنا كده الحلقة وكنا بنقول انه اخلاقك وقت الهزيمه ممكن تكون بتحدد كتير جدا من طريقه التعامل معاك، فخلينا نسمع اكتر عن هذا الامر من الناقد الرياضي الاستاذ هاني عبد الصبور. اهلا بيك كابتن هاني. اهلا بحضرتك يا استاذه دينا، واهلا بكل الساده المشاهدين. ايه موضوع العقوبات ده، وايه الكلام اللي بيتقال عن انه في بعض التفاصيل اللي ممكن تكون ليها تداعيات امبارح حصلت؟ بالفعل هزيمة الأهلي امبارح من الزمالك وخسارة كأس مصر فجرت براكين الغضب داخل القلعة الحمراء. مجموعة كبيرة من الجماهير غاضبة من مستوى الفريق، مش بس عشان الخسارة أمام الزمالك، لا كمان اللعيبة ما بتأديش بالروح المطلوبة، اللعيبة خدت دعم كتير الفترة اللي فاتت من الجماهير، خصوصا في ظل تذبذب النتائج منذ نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن اللاعبون لن يستغلوا هذه الحالة، وبرضه لسه المستوى متذبذب، ولسه الخسائر تلو الاخرى بعد
فقدان يعني فقدان كأس مصر خلاص الفريق كمان موقفه أصبح صعب جدا في المنافسة على الدوري، ما بقتش بإيديه، لازم يكسب كل مبارياته وينتظر تعثر النادي الزمالك عشان يقدر يرجع للمركز الأول تاني. فكل هذه الأحداث فجرت الغضب داخل القاعة الحمراء وأجبرت الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة إن هو يعني يبتدي يهدد ويتوعد في رسائله. كانت كل الرسائل الفترة اللي فاتت أو كل جلساته مع اللعيبة إن هو بيتكلم في فكرة الدعم والمساندة وإن أنتوا لسه عندكم وفي إجهاد الفترة اللي فاتت وفي ظروف أثرت عليكم وكان في بعض الأخطاء التحكيمية، لكن النهارده كان رسالته واضحة، رسالة تهديد ووعيد للعيبة، المتخاذل مش هيكون ليه مكان، اللاعب اللي مش هيبذل أقصى طاقة ليه أو أقصى جهد ليه سواء في المباريات أو التدريبات مش هيكون ليه مكان. الجمهور قال لهم كده نصر، قال لهم الجمهور زعلان، الجمهور ده الحاجة الوحيدة اللي ما بتأثرش في النادي سواء مع الإدارة أو الفريق، هم مساندين وداعمين لينا ومن حقهم يفرحوا، بقالنا فترة طويلة الناس زعلانة مننا. واتكلم برضه في فكرة إن مش معنى إن أنت لاعب كورة فزت باتنين دوري أبطال أفريقيا واتنين سوبر وبرونزية وكاس وسوبر والكلام والبطولات دي كلها، مش معنى كده إن يحصل لك حالة من التشبع. بالعكس جمهور النادي الأهلي ما بيقبلش غير إن هو يكون رقم واحد في كل حاجة، وقال لهم إن الفترة الجاية دي الفرصة الأخيرة ليكم، اللاعب اللي عايز يمشي يمشي، اللاعب اللي مش هيأدي إحنا هنستغنى عنه، اللاعب اللي عنده أي مشاكل إحنا هنوقع عليه عقوبات. وكانت رسائل قصيرة جدا 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 للعيبة عشان خاطر إعادة المسار إلى طريقه الصحيح زي ما الجماهير عايزة، خصوصا إن خسارة بطولة الدوري الحالية بالنسبة لجماهير النادي الأهلي تكون صدمة كبيرة جدا 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 قد يدفع ثمنها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الأستاذ هاني عبد الصبور. ودي كواليس يعني النادي الكبير في مصر، الكبيران امبارح كانوا بيلعبوا، وطبعا بطبيعة الحال في تبعات وتداعيات لخسارة الكاس امبارح، وده إجراءات تنظيمية داخلية من المتوقع أنها تكون بتحصل لاستيعاب فعلا يعني إحباط جماهير النادي الأهلي، لكن برضو ده شأن الكرة. لكن امبارح كان في حالة كده من التوافق انه الفوز المستحق، الكلمة دي اكيد حضراتكم سمعتوها كتير، وزي ما بقول لحضراتكم كده احيانا بتبقى دي المورال او القيمة بتاعت الرياضة اصلا. الناس بتلعب رياضة ليه؟ عشان تعلم ولادها شوية حاجات ليها دعوة باللي اجتهد ويلاقي، واللي يتعب واللي يقدم اكتر واللي يقاتل في اللعب هو ده اللي بيحصد نتيجة. فكانت حالة كده من الرضا طبعا، مع احترام وتقدير طبعا إحباط جماهير النادي الأهلي اللي كان حصل امبارح، لكن برضو ألف مبروك للزمالكاوية اللي فرحوا وفازوا فوز مستحق. وإحنا بنتكلم عن الكرة أنا كل الكنترول بتاعنا الزمالكاوية فرحوا قوي بس لكن وإحنا بنتكلم عن الرياضة خليني أقول لكم بقى، حقيقي الرياضة ينفع تطلع منها ألف عبرة ودرس وقصة وحكاية مليانة حكايات. الرياضة شبه الحياة كده، ودايماً كانوا يقولوا لنا الملعب صورة مصغرة للحياة، فالسلوكيات اللي بتحصل في الملعب والتحديات اللي بتحصل في الملعب قصص. احنا النهاردة معانا ليكوا قصة حلوة جداً من قلب الرياضة. بنشوف طبعا وانا شخصيا يعني بشوف نص حياتي مقضيها في التمارين يعني، لكن لما بنشوف كده كأمهات يعني ولادنا وفي التمرين وبنعمل ايه، والجيل يمكن ينفع اقول كده الجيل بتاعي مثلا انا، احنا اتعلمنا نودي ولادنا يلعبوا ونشجعهم على رياضه، لكن اهالينا ما كانوش بيعملوا كده. الاجمل بقى والاحلى والاروع انه يبقى في انتباه مش بس ولادي يلعبوا رياضه لان انا فاهم قيمه الرياضه واهميتها، لكن انا كمان العب واشارك واهتم وانتبه انه دي حاجه مهمه قوي وفي حاجه كبيره قوي فايتاني. النهارده بقى معانا قصه سكر لام اسمها ايمان موسى الجمل، اللي كانت زي اي ام بتودي ابنها التدريب الخماسي وابنها بطل وزي الفل، هي بقى قررت تلعب خماسي حديث الى ان حدثت المفاجاه الجميله اللي بحكي لكم عليها. الأم والابن على منصة التتويج، بصوا الجمال، بصوا الصورة الحلوة دي. تعالوا شوف بقى أستاذة إيمان لاعبة الخماسي الحديث إمتى بدأت وإمتى الشطارة دي وإمتى خدت بطولة. ابنها ده واضح أنه كده نتيجة متوقعة كده لتعبها، لكن قصة إن هي والابن يكسبوا دي حاجة جميلة. أستاذة إيمان مساء الخير ومبسوطين أنك معانا.
مساء النور، اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ دينا وازاي المشاهدين كلهم؟ ايه الجمال ده؟ احكي لنا بقى، احكي لنا امتى اشتعلت الحماسه وقررتي تلعبي مع ابنك؟ هو سبحان الله، يعني هي كورونا كان ليها معايا انا فايده مش حاجه مضره، لان كان الاتحاد المصري بدا يعمل بطولات اونلاين زي ليزر كده من البيت، يعني بزوم، وبتبقى لجنه تحكيم وفار عن طريق الزوم اونلاين. فساعتها اشتركت مع ولادي وجوزي. لا بس اشرحي لنا يعني ايه ازاي بطولات اونلاين، يعني انت الخماسي ده يعني خمس لعبات عن طريق الزوم. وهي الليزر عندنا في الخماسي بتبقى عباره عن طبانجه وليها تارجت، بنقفل الشكل خمس يعني طلقات. الخمس طلقات دول بقى بيشوفوا اسرع واحد بيقفلهم في وقت قد ايه. فبتبقى اوكي. الزوم الكاميرا عندي وبتبقى على منافس تاني. لا وفي لجنة التحكيم بتشوف الاثنين، وبيبقى في فار لو في اي اخطاء، وبيقيسوا المسافات وكل حاجه. حلو قوي. وبنبدا دخلنا بقى فاينل لغايه يعني لو ال 32 لغايه الفاينل. فالحمد لله الاول بدات تبع الاتحاد المصري للخماسي، وانا وولادي وجوزي وصلنا للفاينل وكسبنا. بدا الاتحاد الدولي يعمل الفكره ديت اونلاين برضو. وولادي جابوا مركز اول، كل واحد طبعا بتبقى مراحل، انا ماستر اللي هي ابني الكبير كان تحت 40 سنه وانا فوق 40 سنه. وابني الصغير تحت 20 سنه. والحمد لله كلنا هم جابوا مركز اول ومركز اول، وانا جبت مركز ثالث، بس برضو بعد ما وصلنا لتصفيات في بطوله العالم اللي هي الاونلاين. استاذه ايمان استني بس، ايه العيله دي كلها؟ العيله كلها بتلعب خماسي؟ لا هو الاونلاين كلنا انا وجوزي دخلنا صدفه، لكن ولادي الاثنين فعلا هم اللي بيلعبوا خماسي. وانتوا دخلتوا صدفه وبقيتوا فت كده وشاطرين وبتجيبوا مراكز؟ انا دخلتها كده صدفه، اكتشفت ان انا شاطره في الرمايه. دي مش حاجه سهله. فبعديها جاء بطوله عالم هنا في استاد القاهره السنه اللي فاتت. بس بقى دي اسمها ليزر ران، يعني فيها جري كمان، يعني الطبانجه بنضرب من على 10 متر وبنجري 600 متر 400 متر، ايامها كان 400 في 4، يعني بنجري اربع مرات 400 متر وبنرمي من 10 متر. فطبعا طبعا دي كانت مفاجاه، لان انا كنت ساعتها وزني كتير وما كنتش مستعديه خالص، ما كنتش بمارس اي رياضه ساعتها. وكان قدامي بس حوالي شهرين او شهر ونص. فمن هنا بقى بدا دور ولادي، ان هم قالوا لي انت شاطره قوي في الرمايه كده، فاضي لك الجري كملي. بدا بقى ابني الكبير، هو دارس تغذيه، هو في كليه طب اسنان، بس هو دارس تغذيه برضو وفتنس، فبدا يعمل برنامج للتغذيه والفتنس. وابني الصغير بقى كان ايام الكورونا كان بيقعد من النادي بقى لوحدنا ويمرني رمايه وجري لغايه البطوله. مبسوطه وانا بسمعك قوي، يعني بتتكلم عن الحاجات دي كانها سهله وبسيطه، ده في ناس بتقعد وقت، لكن انك تعملي التقدم ده وتحصدي مراكز ده. وطبعا ان انا كمان اخس واتعلم حاجه في نفس الوقت كانت مرهقه عليا قوي طبعا. فالحمد لله يعني جبت ساعتها ابني جاب مركز تاني عالم، وانا جبت مركز رابع. فمن هنا بقى بدات بقى فعلا اخد الموضوع بجد، وبدات انزل بقى معاهم التدريب، وبدات كمان اشجع الستات معايا في السباحه. بقى كملي الخماسي ده لعب كتير. بالظبط ايوه، انا بدات بقى ساعتها اخد شويه تمارين سباحه بس كلياقه. لغايه لما سافرنا الغردقه كان في بطوله الجمهوريه، رانك الجمهوريه لزران وترياسل وبياسل في اول شهر 7 دوت. فقررت اشتري، انا كده كده كنت اشترك في الليزر ران، بس قررت اشترك في الترياسل ونزلت، والحمد لله جبت مركز اول، ودي كانت اول سيد اكون اول سيده عربيه ومصريه تشارك في بطوله الترياسل. لا يعني مبسوطه بيك يا استاذه ايمان، ونفسي عقبال ما نكمل بقى الخمس لعبات، وانا متاكده الروح كلها رياضه مع بعضها دي حاجه من اجمل الحاجات الواحد ممكن يشوفها وتبقى مبهجه. طول الوقت كنت بتساءل السؤال ده برضو لما بودي بنتي التمرين، انا بوديها التمرين وافضل الف تراك مثلا كده، واقعد اقول هو الامهات قاعده ليه؟ فكان نفسي اقلد استاذه ايمان كده وادخل بطولات زيها، بس يعني مش كل الناس عندها القدره والحماس انه هو كمان يشارك. فقصه جميله، ولسه عايزين نتابع مدام ايمان لما تقفل الخمس لعبات ان شاء الله. بعد الفاصل هنرجع نكمل معاكم، نحكي عن الفن بكل أشكاله، المسرح بيسموه أبو الفنون،
وانا عمري ما شفت ناس بتحب المسرح الا ومقبلة على الحياة ومبهجة وعندها افكار وحماس، وكأن المسرح بيعيد احياء حاجة كده في روح الناس. فاحنا النهاردة جايبين لكم فريق تياترو السعيد. فريق تياترو السعيد بالمناسبة فريق مؤصل قديم كده، بيشتغل على الارض بقاله سنوات طويلة وبينحت في الصخر باقل الامكانيات، عشان كده قصة نجاح تياترو السعيد هتعجبكم جدا. النهاردة معانا ثلاثة من نجوم هذا التياترو. مساءكم خير. تياترو السعيد تجربة فنية خالصة من قلب سعيد مصر، واللي فيكم بيشوف أو بيتعرض لمسرح الهواة زي ما بيقولوا عليه هيعرف أو أكيد عارف، مش محتاج أن أنا أفكره، أنه في مواهب عظيمة، أنه في طاقات وضحك وبهجة وديكورات وملابس وحاجة كده تقرب إلى مسرح المحترفين بأقل الإمكانيات. مش عايز اطول في الكلام، بس عايز اقول لكم انه تياترو السعيد من اسمه كده حاجه مبهجه قوي، انك تقول انه الفن والثقافه تبتدي وتقدم فنها للصعيد، دي حاجه عظيمه وتشرف. عشان كده احنا النهارده مبسوطين قوي انه معانا الفنانين اللي من تياترو السعيد، يمثلوا فريق كبير قوامه 80 شخص. ليديز فيرست بقى ابتدي بمرام، الفنانه مرام جمال ممثله مش كده؟ بشوي صابر جرافيك ديزاينر، وكيرولو صابر مخرج وكاتب، وهو بيتكلم كتير قوي عن الفريق، بقول له هو ده اللي عامل دوشه في الفريق. مساء الخير، هبتدي معاكي كيرولو. مساء الفل. متى بدا تياترو السعيد؟ احنا في نوفمبر 2014، ده كان اول عروض الفرقه بتاعتنا، ووقتها كنا فرقه بس، كان كل الفيجن بتاعتنا ان احنا عايزين نبقى في فرقه مهمه بتعمل عروض مسرح في المنيا، ويبتدي يبقى في سبوت نور بيحصل للفنانين المستقلين الموجودين في المنيا. بعد كده الرؤيه دي حصل حاجات كتيره قوي اتغيرت لغايه ما دلوقتي بقينا مؤسسه، في الفرقه دي بقت مجرد جزء منها، بقى عندنا اكاديميه لتعليم الفنون الادائيه، عندنا مهرجان احنا شغالين عليه دلوقتي اسمه مهرجان المنيا للعروض القصيره، وغالبا ده حاجه متهيألي ممكن تكون من المرات القليله ان يبقى في حاجه مستقله بتحصل في منطقه الصعيد، ومهرجان بمسمى مهرجان وصناعه منيويه كامله. استنى انت نطيت بسرعه من 2014 نطق المهرجان. اصل يا جماعه قبل الهواء قلت لهم هنقول بسرعه عشان الفقره قصيره. بس خليني اقف عند المهرجان واعرف المهرجان ده ثمره الست سنين اللي فاتوا مثلا. بالزبط. ده شراكه بينكم وبين شراكه بيننا وبين كذا مكان، يعني برنامج خارج حدود العاصمه اللي هو تابع لمعهد جوتا، كمان مركز جزويت التربوي في المنيا، ومؤسسه مجرايا، ومؤسسه دوار الفنون، ومؤسسه مرايا. كل المؤسسات دي باستثناء مهرجان المشروع بتاع خارج حدود العاصمه كلها مؤسسات في المنيا وبتشتغل في المنيا. ففكره المهرجان نفسه ان هو صناعه منيويه خالصه لجان مشاهده لجان منيويه شاطرين. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي في المنيا عدد الفرق المستقله الموجوده في المنيا اعتقد ان هي بعد القاهره واسكندريه على طول كعدد فرق فنيه او بندات بتعمل ده في المنيا. بجد؟ يعني مش بس مسرح، يعني فرق غنى وانواع مختلفه. وانواع مختلفه كتير، وحتى اشكال المسرح نفسها احنا عندنا في تخصصات بقت كتيره، في فرق متخصصه في الرقص، فرق متخصصه في المسرح الاسود. الله فرحتوني. من الاماكن القليله اللي موجوده في مصر احنا عندنا فرقه رقص بالعصايه. موجوده الصعيدي ده فن الشعبي موجوده، فرقه الفن الشعبي بتاعت ملوي، فرقه تحطيب. هم بيعملوا ده بس. بص انا متاكده ان في فرق فنيه رهيبه، احنا مشكلتنا احنا عايزين نشوف الحاجه المنظمه دي، عشان كده احنا مبسوطين بيكم لانه انتوا نجحتوا تقدموا فكره منظمه. اسالكم سؤال بقى، وانتوا اكيد عارفين الحكايه دي، بس انا لما شفت بشوي وكرولوس ومرام قلت لهم انتوا طالعين من مسرح الكنيسه، معروف مسرح الكنيسه بالمناسبه يا جماعه ثروه فنيه لازم تستغل، فواضح جدا انكم بداتوا من مسرح الكنيسه، ازاي بداتوا من مسرح الكنيسه وقدمتوا مسرح بقى للمجتمع واستوعبنا بعض وسال؟ طبعا انتوا الفريق ده مش فريق بس مسرح كنيسه، مش لا لا مش كنيسه خالص، عشان دايما بيتفهم كده انه اللي خرج. احكي لي بقى، احكي لي التجربه من اول ما كنتوا فرقه مسرح صغير. بص احنا في البدايه خالص احنا كنا فعلا الموضوع شويه تبع حفلات التخرج اللي هي ليها علاقه باسر كنيسه. طب
بس بعد كده لما بدأنا نحط نواة تياترو صعيد، الكلام ده كان ما قبل تياترو صعيد، بدأنا نحط نواة تياترو صعيد، عملنا اوديشنز تقريبا عملنا اوديشنز في بني سويف والمنيا واسيوط. الاوديشنز كانت موجوده متاحه للكل طبعا. ايوه، ما هي دي الشطاره بقى. عملتوا الاوديشنز فين؟ يعني مين اداكوا مسرح اول مره تعملوا فيه اوديشن؟ اوديشن يا جماعه يعني اسمها اختبارات تمثيل، اختبارات يعني اكتشاف مواهب. اكتشاف مواهب. احنا في الاول كنا بادئين برضو بشراكه مع مؤسسات. حلو قوي. اللي كان بيتوفر لنا اوضه من كل مؤسسه. طب حلو. الاوضه دي كانت كفايه جدا ان احنا نعمل اوديشن للشخص، ونقدر من بعدها نقيم كان الشخص ده هيكون معانا ولا لا. حلو قوي. جمعتوا كام واحد يا مروه؟ انتوا الفريق دلوقتي كام واحد؟ انا زي ما قلت لحضرتك كنا او ما زلنا 80. لا انت قلتي لي قبل الهوا، قولي بقى جوله. اوكي. احنا 80. احنا في المنيا مش معتمدين من بلد معينه، لا ده من المنيا من كل القرى بتاعتها. يعني اول عرض بداناه كان في 2016، كان مجمع من اول صملوط لغايه درمواس. كان كان كل بلد كان فيها ممثل، كان كل ده بيتجمع في المنيا. وازاي بقى سهوله انكم تعملوا بروفات وانه بتعرف تدير فنانين؟ شراكات بقى. ايه بقى ازاي؟ بصي، هو الفكره ببساطه دائرة العلاقات بتنفع قوي. انا واحد بشتغل من قبل كمان تياترو بشويه. وبحب ده. دايما الناس بتشتغل في الفن، الوقود اللي بيحركها هو حبها للفن. مش ان هو شغل او حاجه كده. لا لو شغل خلينا نقول كده، ما مش بياكل عيش. بالظبط، معروف احنا عايزين الفن ياكل عيش. فابتدينا نشتغل على فكره الشراكات، حتى في الكاستنج اللي كنا بنعمله كتير ده. احنا كنا بنروح واحنا عندنا فيجن ان احنا عايزين نروح للموهوب اللي موجود في نجع او في قريه جوه المحافظه او جوه المركز، اللي هو مش بيوصل عنده الحاجات دي. انا عايز اقول لك ان 80% من الفريق اللي بيشتغل معانا من كرة المنيا ومن كرة بني سويف ومن كرة اسيوط. ودي الفكره الاساسيه بتاعتنا، ان احنا عايزين مش بس كمان المركزيه اللي ليها علاقه بالقاهره، في مركزيه ليها علاقه كمان بالمحافظه، وفي ناس موجودين في الكرة بس مش بيوصل لهم الحاجات دي. فعايز اقول لحضرتك ان 80% من الناس اللي معايا في الفريق في الكاست احنا بنروح لهم الكرة، بنعمل حاجات ليها علاقه بكاستنج او اكتشاف مواهب او حاجات. وهم بيتحمسوا بعد كده يجوا يلتزموا في العروض. طبعا بالنسبه لهم بيبقى هم بيدوروا علينا زي ما احنا بندور عليهم. فاللي بيعرف يوصل لهم ده بيبقى فارق معاه قوي، ان انت اهتميت وجيت لي لغايه عندي. طبعا. ففكره ان يبقى في حاجه موجوده بس انت محتاجه تتحرك. بالظبط. انتوا حركتوها، انتوا عملتوا حاجه حقيقيه. احنا نروح فاصل بسرعه ونرجع نسال مرام تحديدا على مشاركة البنات في المسرح، واحنا بقى احنا اللي غلطانين، فاكرين بقى يعني انه في الصعيد هيقولوا لهم لا ما تمثلوش. العمة والجلابية والحاجات اللي بعد الفاصل نرجع نكمل مع تياترو الصعيد. مساءكم خير، ولسه بنتكلم مع شباب تياترو الصعيد. ومعرفش كل ما اقول تياترو الصعيد انبسط كده. يعني لاني عايزه ارجع لك بقى يا مرام، انا واحده من الناس اللي بعترف انه الصوره الذهنيه اللي كنا نعرفها عن الصعيد غلط 100%، واي حد فينا ما بيزورش الصعيد كتير فايته كتير، فصحح لنا الصوره. حصل مقاومة انك تمثلي ورايحة فرقة المسرح والتمثيل، واحكي لنا بيتعاملوا ازاي مع البنات. بص، يعني هو اولا فكرة ان انتي بتروحي بروفات بالليل وترجعي بالليل، كان الموضوع صعب جدا. بس للأمانة يعني انا كان اكتر حد داعم ليا كان بابا وماما. يعني هم دعموني، هم كانوا بيقولوا روحي. كان في تنشنة في النص بس يعني هم كانوا اكتر ناس كانوا بيفرحوا لما بيشوفوا النتيجه. بتاعت لما يشوفوا العرض بقى خلاص. بس يعني انا بقى كبنت، انا شايفه الناس او عارفه الناس هم بيبصوا لي ازاي. ازاي احكي. يعني بتقولي زي دي سلبيه ولا ايجابيه؟ يعني لا سلبيه بجد. لسه لحد دلوقتي بعض الناس ده انا فاكراكي يعني هتبهريني وتقولي لي لا. بعض الناس يعني مش هقدر اجمع. يعني في ناس فعلا بتشجع ومؤمنين بالحركه المسرحيه. انتوا كام بنت في الفرقه؟ احنا في حدود مثلا 30. طيب ده رقم محترم يعني. في بنات بس يعني عرس محبشي بنات كمان. بنات بس. كان بنات بس. شاطرين كده. بشوي كونك مصمم جرافيكس
وبرضو بعض الناس بتفتكر ان التجارب المسرحيه في بدايتها يعوزها الفنيات. كلمنا احنا وصلنا لحد فين في الفنيات، او انتوا كفرقه وصلتوا لحد فين؟ بصي، احنا عندنا مشكله صغيره ليها علاقه بالسينوغرافيا عموما. احنا شويه بنشتغل بص بروفيشنال ازاي، انا بقول له فنيات وبيقول لي سينوغرافي، يعني بيصحح هذا بروفيشنال. لا خالص، ده حقيقي بروفيشنال. لا انا مبسوطه يعني. احنا شويه بنعتمد على المسرح الفقير لحد ما، لان احنا اوريدي البادجت بتاعتنا مش بتكون واو يعني، فما عندناش المساحه الكبيره قوي ان احنا نلعب سينوغرافيا كتيره. علشان كده حتى العروض اللي بتكون محتاجه شغل كتير دي بتكون عروض سنويه، والعروض اللي هي العروض اللي بتكون عروض مستمره بتكون عروض ابسط، لان احنا بنعتمد اكتر على الماتيريال اللي احنا بنقدمها. طبعا الشكل كتوتال بيكون حاجه كويسه، بس في نفس الوقت مش حاجه مكلفه واو. طبعا يعني ده منطقي، وبالتالي انتوا بتحتاجوا الشراكات الماديه كمان. بالظبط. كرولوس، امتى نقول ان تياترو السعيد نحب نقطع تذكره ونروح مسرح كبير ونتشيك ونحضر حفلات ونكسب بقى والفنانين يكسبوا والدنيا تبقى لذيذه؟ امتى ده ممكن يبقى نموذج يحصل؟ متهيألي أول حاجة لما أغلب الإعلاميين يكونوا زي حضرتك، ده بجد. لا العفو. لما يبتدوا يفكروا إنه مش بس هعمل سبوت على الناس اللي بتعمل ده في القاهرة، ابتدي أفكر في الناس اللي موجودة في الأقاليم. إحنا أوريدي بنعمل ده، أوريدي بقى دلوقتي في ناس بتيجي تقطع تيكت علشان تحضر لنا عرض. حلو. إحنا مصرين إن لازم تكون الحاجات بتاعتنا مش بشكل مجاني كامل، لأن الناس تبتدي تقدر قيمة الفن. طبعًا. وفي نفس الوقت نبتدي نحط الأفكار بتاعتنا جوه الشغل. احنا بنتعرض طول الوقت للمشاكل اللي ليها علاقه بشكل الصعيد، مش المشاكل اللي مصدرها الميديا او مصدرها التلفزيون. المشاكل الحقيقيه يعني احنا ما عندناش الطار والقتل ووقد البنات والحاجات اللي كانت زمان قوي دي ما بقتش موجوده. مشاكل شكلها اتغير، ومشاكل ليها علاقه بشكل المجتمع المصري ككل دلوقتي. فامتى نقول ان تياترو الصعيد بقت حاجه كبيره او بقى في شركه كبيره بتعمل ده؟ لما اولا يبقى في سبوت ضوء علينا، لما يبقى الدولة بتتعامل مع الفنانين المستقلين. أيوة. بنفس الشكل اللي بتتعامل معاه مع الفنانين اللي لهم علاقة بالثقافة الجماهيرية أو لهم علاقة بالشكل القانوني أو الحكومي أكثر. فهمك وهجاوبك وهسألك. يعني أنا كنت فعلا عايزة أسألكم وأقول لكم ليه مثلا ما تبقاش في شراكات مع قصور الثقافة اللي موجودة في حتت كتير. قصور الثقافة عاملين شغل عظيم وحلو، بس وليه لا ما يبقى في مسرح بتقدمه قصور الثقافه ومسرح مستقل بتفتح له ابواب قصور الثقافه؟ فكرتوا في ده؟ احنا اوريدي فعلا فكرنا في ده، بس بشكل شخصي. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، المهرجان اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، مهرجان المنيا للعروض القصيره اللي بيدربوا فيه الاستاذ اسامه طه مخرج مسرحي، استاذ اشرف عتريس مخرج مسرحي، استاذ رأفت ميخائيل، استاذ حمدي طلبه، استاذ لويز المنياوي، كل الناس اللي بتدرب في المهرجان ده هم ناس من مخرجين الثقافه الجماهيريه. بس احنا مش بنتعامل مع ثقافه مع يعني اصول الثقافه بشكل رسمي، احنا بنتعامل مع المخرجين اللي هم عارفين شغلنا. لا انا عايزه اصول الثقافه، او انا بطلب ده من وزاره الثقافه اهو دلوقتي، انه ليه ما تفتحش للعروض المستقله؟ جراه خبطته حد قال لكم لا؟ هو للامانه احنا ما خبطناش بشكل رسمي يعني. طب ادينا خبطنا نبتدي نعمل في التاسعة كده. خد الحته دي كده وروح اقول لهم احنا عايزين نخبط دلوقتي. فاقصد اقول انه ليه احنا متحمسين؟ احنا متحمسين عشان ده سؤالنا الاخير، احنا وقتنا بيخلص. انتوا هتقولوا لي ايه التغيير اللي رصدتوه في المجتمع بسبب ما يقدمه المسرح؟ احنا هنا طول النهار نقول في البرامج يا جماعه المجتمع مش هيتغير غير بالفن، مش العنف مش هيقل غير بالفن. انتوا رصدتوا ايه؟ شفتوا مرام؟ هو يعني على مستوى مثلا الصعيد، احنا لما احنا بنقدم عروض يعني ممكن هتلاقي في بعض العروض زي ما هو قال كورولس، هو ما كانش زي الاول وقت البنات والاثار والحاجات دي، بس في بعض يعني بتناقشوا القضايا، اقصد بتسمعوا رد فعل شكله ايه على المنتج اللي بتقدمه. احنا دايما بناخد ريفيوهات كمان من الجمهور بعد العرض، فيديوز. لو حضرتك شفت البيج بتاع الفريق او البيج بتاع المؤسسه هتلاقي طول الوقت احنا بناخد ريفيوهات من الناس. قولوها لي طول البخل ده. الناس طول الوقت بتقول ان اللي بيحصل ده مختلف، وبالنسبه لنا اقول لك حاجه يعني في عجاله كده، لما بيبقى في اسره اب وام واطفال قرروا ان هم يتفسحوا فيروحوا يشوفوا مسرح،
هنا في القاهره سهل قوي يروحوا القومي او يروحوا اي مسرح ولا في القاهره بقى سهل، بس انت بتقول هو ده اللي احنا بندور عليه، ده عندنا بقى هو ده اللي بقى موجود. ابتدى دلوقتي يكون في اسر بتيجي تتفرج على مسرح فيبقى فيه فسحه. حلو قوي. ابتدى يكون في فنانين مستقلين مش لازم يروحوا القاهره عشان ياخدوا ورشه، فبييجوا عندنا الشركه بياخدوا ورشه. حلو. كمان الفرق المستقله اللي موجوده ابتدى يبقى في مهرجان. انا دلوقتي بالمناسبه ان القومي مهرجان القومي دلوقتي موجود واحنا عندنا مهرجان المنيا للعروض القصيره في نفس الوقت. حلو. غالبا مفيش في الوقت ده في محافظه ثانيه فيها مهرجان غير في الصعيد وفي القاهره، وكان طول الوقت العروض بتاعت القومي لازم تكون موجوده في القاهره وبس. فتخيلي ان القومي شغال واحنا شغالين في نفس الوقت اللي كلنا كنا بناخد اجازه عشان نروح نشوف عروض القومي. فده جزء كمان من الفيجن بتاعتنا، انه في هنا 10 فرقه او 15 فرقه، ففي اكتر من شهر الجمهور ده هيبتدي يشوف عروض بافكار مختلفه وبحاجات مختلفه. ده مصري وده مصري، واحنا طول عمرنا مشكلتنا ربط السكتين دول ببعض، الثقافه ما بين الصعيد والمدن او مدن الصعيد ومدن الشباب. انت عايز تقول لي حاجه من التاثير في 30 ثانيه؟ اوكي. احنا كفاوندرز لقينا في اختلاف دلوقتي عن زمان في حته البنات كمان. يعني احنا كان عندنا ريزيستنس كبيره في الاول ان لا بنات هيجوا يعملوا معاكم عروض وهيبقى في مشاكل كبيره قوي في البروفات او ان هم يسافروا من مركز للمحافظه. دلوقتي الموضوع اختلف بشكل تدريجي. اي نعم لسه ما وصلش يعني للتارجت اللي احنا عايزينه، بس كمان الموضوع ده اختلف شويه كبيره عند اهالي البنات على الاقل ان هم يمثلوا. بالظبط. فدي حاجه بالنسبه لنا احنا شايفين ان هو جزء من ودي مسؤوليه عليكم، يعني ان كل ما انتم تبقوا بيئه امنه وكل ما انتم تبقوا بتقدموا حاجه حقيقيه مختلفه فالناس هتثق فيكم اكتر. انا بشكركم، نورتوني واشكروا لي ال 80 فرد الاعضاء الثياترو، نورتونا وان شاء الله اشوفكم دايما بتقدموا فن مؤثر ونسافر لكم احنا بقى ونقطع التذكره الحلوه. شكرا ليكم. الاستاذ كيرون الصابر فنان ومخرج وكاتب مسرحي، استاذ بيشوي صابر جرافيك ديزاينر، والفنانه مرام جمال ممثله في فرقه تياترو الصعيد. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير. We'll be right back.